السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، أينما كنتم مرحبا بكم في شرح جديد نقدمه لكم فقط وحصريا على قناة سلسلة لقاء مع الموجه، وكذلك موقع سلسلة لقاء مع الموجه. اليوم في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى غادي نشرح لكم طريقة اتباع وكذلك طريقة معرفة أصدقائي. في هذا الفيديو فأنا غادي نشرح لكم الطريقة اللي تخليكم باش أنكم تعرفوا على نتائج الانتقاء الخاصة بالسبيتس ديال 2020 المعاهد العليا للتمريض، وكذلك بأن الموقع ملي كتدخل ليه فهو مبلوكي. فاحنا باش نساعدكم باش نسهل عليكم هذه المأمورية، فاحنا قررنا باش أن نديروا المواضيع في الموقع ديالنا، وكذلك باش أنكم تعرفوا مباشرة على هذه النتائج بلا ما تستناو لو سيت، حيت مبلوكي، حيت عليه الضغط، حيت عليه بزاف ديال الحوايج. فاحنا باش نفكوا الضغط على داك الموقع غادي نستغلوا الموقع ديالنا باش انكم دغيا تشوفوا النتائج ديال الانتقاء، وكذلك تعرفوا على معطيات اخرين. اصدقائي، اول حاجه تنديروها هو تنكتبوا سعيد الابوي بوان كوم بحال هكا كما كتشوفوا قدامكم، ولا هكا هذا هو سميتو سلسلة لقاء مع الموجه. وبعد ذلك كتدخلوا ديريكتوم الموقع كما كتشوفوا، هذا هو الموقع ديال قناة سلسلة لقاء مع الموجه على اليوتيوب، وفيها مجموعة ديال المواضيع الخاصة بجديد المباريات. فاحنا حطينا مجموعة ديال الأشياء يمكن لكم أنكم ترجعوا لها. كما كتشوفوا هذا هو آخر موضوع حطيت، هو نتائج الانتقاء سبيتس 2020 للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنية الصحة. بعد ذلك غادي ندخلوا مباشرة على هذا الموقع ولا هذا الموضوع. من بعد ما كندخلوا اصدقائي كما كتشوفوا كاين واحد التقديم بسيط، هو نتائج الانتقاء اسبيتس 2020 مباراه ولوج المعاهد العليا للمهن التمريضيه وتقنيه الصحه اسبيتس 2020. بعد ذلك ملي كتدخلوا فانتم كتلقاو مجموعه ديال الروابط خاصه بالرباط، قنيطره، كازا، سطات، فاس، تازا، مكناس، مراكش، فاس ولا سافي، الصويرة، أكادير، تيزنيت، كلميم، تطوان، طنجي، الحسيمة، وجدة، الناظور، العيون، الدخلة، الرشيدية، ورزازات، وبني ملال. هادو هما أهم المعاهد اللي كاينين في المغرب الخاصين بالمهن ديال التمريض، وكذلك يمكن لكم أنكم تليشارجيو. أنا صراحة فكرنا باش أن نعطيكم مباشرة البي دي إف بلا ما ندخلكم في دوك تدخل الموقع وتعاود تخرج دوك المواقع الربحية اللي كيسعوا أنهم يربحوا فلوس صراحة بحال هكا. انا ما غاديش ندخلكم في داكشي، غادي نعطيكم لي ليان ديريكتومون. يعني الا كليكيتي مثلا على وجده، ولا كليكيتي على ورزازات، ولا كليكيتي على شي وحده من هادشي من هاد اللي كيتواجدوا فيهم هاد ديزانستيتي، غادي تدخل مباشره. يعني مثلا اخترنا ورزات، فانت غادي تدخل مباشره لسبيتس اللي كاينين تاع ورزات. واخا كاين الضغط راه نفس الشيء، راه كاين الضغط، ولكن غادي نحاول نحط لكم روابط اضافيه باش ما يوقعش لكم هذا الخلل. ديك الساعه انا ملي كنت كندخل صراحه كنت كندخل عادي، دابا كاين الضغط على الموقع، ولكن اوتوماتيكمون ملي غادي نحط هاد لا فيديو فانا غادي نحاول باش اني نعاود نحط لي ليان اخرين باش تمكنوا منهم. دونك هانتوما كما كتشوفوا راه نفس سميتو حيت لو سيت مبلوكي. مباشره انا غادي نقاد الفيديو، غادي نحط لكم في اليوتيوب، وغادي نبقى اوتوماتيكمون موديفي لي ليان، حيت راه غادي نحاول نتليشارجيهم ثاني في الدرايفر ولا في الدرايف جوجل درايف باش انا نعاود نحطهم لكم. دونك اصدقائي ما تخافوش، حاولوا انكم تدخلوا الموقع، حاولوا انكم تليشارجيو، انا غادي نبدلوا ليان ديريكتومون لهنا واحد شويه. حاولوا كذلك اصدقائي انكم الى عندكم شي مشكل غتجيو لهنا وغادي تخليو كومونتير باش نحاول نجاوب على لي كومونتير كاملين ديالكم. وقع لكم مشكل دخلوا ديريكتومون، كتبوا هنا الميساج اللي بغيتو تكتبوا، كتبوا الاسم ديالكم هنا، البريد الالكتروني ديالكم، انا ما غاديش نشوفو اصلا. الموقع يعني هو كدير احفظ اسمي وارسال التعليق. دونك انا اوتوماتيكوم ملي تشوف تلوح انت التعليق هنا في الموقع فانا غادي ندخل ليه، وكذلك الناس غادي يستافدوا من التعليق ديالك ومن السؤال ديالك، حيت شحال من واحد ما كيسول، شحال من واحد ما كيدير لا جيم لا بارطاج لا والو. دونك اصدقائي تنتمنى باش اني ما نكونش طولت في هذا لا فيديو، وهكا اشاره فقط انكم ملي كتدخلوا الموقع ديال سلسله اللقاء مع الموجه كليكيو على معاهد المدارس والمعاهد، غادي تدخلوا ليها
وغادي تشوفوا كذلك الموضوع اللي حطيت بخصوص لي سبيتس، يعني الى بتعرفوا معلومات اضافيه غادي تكليكيو على مباراه ولوج المعاهد العليا. من بعد ما كتكليكيو فانا حطيت المعاهد اللي كاينين ديجا هما اللي شرحت دابا، عدد المقاعد اللي مطلوبين، بالاضافه كذلك دوك اسميتهم دوك الجدول الخاص بالمقاعد اللي ولوج هاد المعاهد، كذلك اصدقائي المسالك والشعب اللي كاينين، بالاضافه لمعلومات اضافيه المراحل ديال المباراه كيفاش غدو كيفاش غدوز كيفاش وطريقه ديال التسجيل، وسبق لنا حطينا هذاك المراسله اللي حطتها الوزاره، وبزاف ديال الحوايج يمكن لكم انكم ترجعوا لهم اصدقائي. وتنتمنى لكم التوفيق، وتنتمنى باش اني ما نكونش طولت عليكم، عاودوا رجعوا لهذا اللايف راه فيه مجموعه ديال الاشياء اللي يمكن انكم تستافدوا منها. وما تنساوش كما تنقول لكم انكم تمشوا تسجلوا في لافاك هي الاولى، حتى لما تهزيتوا شي معاد ولا شي مدرسه ولا في شي حاجه، انكم تلقاو لافاك قريبه لكم. اصدقائي نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله تعالى.